مباشرة ينضم إلينا الآن الباحث ورئيس لجنة المتابعة لقضايا التعليم دكتور شرف حسان. أهلا بك دكتور في بادئ الأمر، واتساقا ربما مع ملفنا الأول في هذه النشرة، ألا وهو الإضراب العام وإعلان الإضراب العام، والذي سيشمل كذلك بشكل أو بآخر المدارس بعد الحصة الدراسية الثالثة. ما الإشكاليات التي تترافق والنقاش بموضوع ومسألة الإضراب والمدارس؟ يعني بداية الوضع في مجتمعنا هو وضع خطير جدا، يعني الجريمة باتت تهدد كل إنسان عربي. في كفر قرع للأسف سقط ضحية عمرها 14 عام إلى جانب الشيخ الموقر الذي ناله رصاص الغدر. أعتقد أن كل واحد إنسان عربي هنا مهدد، وبالتالي يعني الوضع وصل إلى وضع لا يمكن السكوت عليه، وبحاجة إلى خطوات احتجاجية بمستوى قطري. هناك هبات محلية وهي هامة، وهناك احتجاجات ومبادرات مختلفة وأيضا هي هامة وضرورية، ولكن نحن وصلنا إلى وضع بحاجة إلى نشاط قطري. ولذلك أعتقد هذا القرارات التي اتخذت اليوم في لجنة المتابعة العليا يعني تصب في هذا المكان. أما بالنسبة للتعليم، يعني هناك كان قرار فيه اجتهاد جديد، يعني فيه محاولة لتطوير آليات النضال بحيث لا يكون إضراب بالمدارس بشكل تقليدي، أنه سكر المدارس الصبح، كيف بتساوي السلطات المحلية بتسكر المدارس والطلاب بيقعدوا في البيت وما حدا بيعرف على إيش الإضراب ولا شو الموضوع ولا بيكون له دور فعال. هون كان في اجتهاد يعني مبارك بمحاولة تطوير وسيلة النضال هاي، إنه الأولاد بحضروا للمدارس بتعلموا بأول 3 حصص حول الموضوع، وبعد الحصة الثالثة المفروض الأهالي اللي المفروض يكون أيضا مضربين، لأنه الإضراب هو عام ومن أجل أيضا مشاركة الأهالي والأطفال معا في نشاطات احتجاجية، مسيرات سلمية، وقفات بجانب المدارس، أعمال من هذا النوع الذي ممكن أن توصل الرسالة، وهذا يختلف طبعا من بلد إلى بلد. يعني كان هناك هذا المقترح الجديد، وأنا برأيي هو مقترح يعني هام قد يواجهه الصعوبات، لأنه هي أول مرة تنفذ مثل هذه الفكرة. أنا أعتقد أنه رغم الصعوبات بحاجة أن تبذل الجهود من أجل تنفيذها، لأنه فيها رسالة هامة. يعني بما أن التقرير يتحدث على مضامين التعليم في إسرائيل، يعني طبعا مضامين التعليم كل الوقت تجاهلت تاريخنا وهويتنا واحتياجاتنا كمجتمع، ولكن هذا لا يقول أن نحن كمجتمع لا نأخذ الأمور إلى أيدينا وأن نبادر. وبرأيي أنا يعني هون في وقفة إلا ممكن أتأكد ما قلناه دائما، أنه التربية تسبق التعليم، والتربية ربما أهم من التعليم، وأن التعليم لا يقتصر فقط على الكتاب وداخل جدران الصف، إما التعليم ممكن أن يكون فعال وأيضا ممكن يكون بمشاركة، وهو كيف لذلك أن يترجم في الحصص التدريسية التقليدية؟ هناك الكثير من النماذج التي ممكن أن نتعلم منها. السؤال إذا إحنا معنيين نجدد في طرق التعليم، ومعنيين أنه في عنا إرادة كافية أنه إحنا ندخل المواد والمواقف والتي نريدها طبعا بشكل مهني، القانون لا يمنع ذلك على فكرة. أما بشأن فكرة الإضراب، يعني بيوم الثلاثاء التي أقرتها لجنة المتابعة العليا، التي أدعي أستغل المنصة لأدعو إلى إنجاح هذه القرارات، لأننا كمجتمع بحاجة أن نحترم المرجعيات العليا لشعبنا لمجتمعنا، وبدون هذه المرجعيات ممكن أن نصل إلى حالة من الفوضى، يعني ستعقد الوضع أكثر. يعني إذا أضعفت هذه المرجعيات أكثر فممكن أن نصل إلى وضع من الفوضى، يعني وهذا يضعفنا كثيرا. لذلك إنجاح القرارات القطرية فيه رسالة قوة لمجتمعنا، وفيه مساهمة في بناء حصانة هذا المجتمع، حتى لو كان هناك اختلاف حول القرارات، بالآخر نحن بحاجة إلى مرجعية معينة تتخذ القرارات الصعبة، حتى لو يعني لم نوافق عليها. وصدقني حول كل قرار عندي ما يقال، خصوصا طيب آخر قرارين دكتور في الوقت المتبقي اسمح لي أن نتحدث ربما عن التحديات التي يواجهها جهاز التعليم العربي في المدن والبلدات العربية مختلفة. في كل سنة هذه التحديات تكون موضوعة، ولكن ما الذي يجعلها استثنائية في هذا العام بالتحديد مع حكومة من هذا النوع؟ يعني اسمح لي بس رسالة أخيرة أقولها بشأن الموضوع السابق. يعني مهم جدا أنه نربي أن الطالب هو جزء فعال من المجتمع، الطالب هو ليس كيان خامل فقط متلقي
لذلك يجب أن أيضا نغير من مفاهيمنا التربوية، ولذلك ما دعت إليه لجنة المتابعة العليا يعني قد يكون فرصة لتغييرات في المفاهيم التربوية. الآن طبعا هناك تحديات كثيرة خصوصا هذا العام، لأنه إحنا في ظل يعني عدة سياسات وتوجهات صعبة لها أثارها السلبية بالذات على مجتمعنا العربي. أولا تعميق التوجه والنزعة اليمينية العرقية في جهاز التربية والتعليم بمناهج التعليم، هذا صيرورة صلها فترة من الزمن يعني في كل كتب التدريس، مع انه عاده بيركزوا على المدنيات ولكن لا في كل كتب التدريس، وبالتالي طبعا باستثناء اللغه العربيه وما الى ذلك، ولكن مع هذا يعني هذا يصعب علينا. هناك ايضا صعوبات اخرى، يعني التمييز الفجوات ما زالت قائمه وهي كبيره رغم انه في تحسين في الميزانيات، ولكن الاهم انه قضيه التربيه والتعليم هي ليست فقط قضيه ميزانيات وموارد، انما هي الروح التربويه في المدارس، وهي ان نخلق حاله نهوض في المدارس. للاسف يعني جهاز التربية والتعليم العربي ما زال تحت وصاية، أصلا لا يوجد جهاز تربية وتعليم عربي، يوجد جهاز للعرب تقوده وزارة التربية والتعليم حسب أجندتها السياسية ومصالحها اتجاهنا إحنا بالنسبة لنا بالنسبة كعرب، وخصوصا محاولة تفتيتنا من ناحية الهوية والانتماء وإضعاف ثقتنا في نفسنا كمجتمع، كأنه إحنا ما إلنا حضارة ولا إلنا ثقافة وما إلى ذلك. يعني كل هاي الأمور مجتمعة تضعف أو تصعب علينا. هناك أيضا توجه آخر، نزعة أخرى في جهاز التربية والتعليم، هي النزعة المتعلقة بالاقتصاد، الاقتصاد الخاص، خاصة الاقتصاد الليبرالي الجديد نعم الذي عمليا أدخل لغة السوق إلى التربية والتعليم. هذا يخلق أيضا صعوبات خاصة في المجالس، وأيضا بشكل فعلا استراتيجي يضعف الكثير، يضعف جهاز التربية والتعليم، لأنه عمليا عم بحاول يسحب الإبساط من المعلم ودوره في التربية والتعليم لصالح، كأن التربية هي فقط برامج وهي فعلا فقط وليس صيرورات عميقة. يعني لذلك إجزاء كل هذا، يعني مع كل الاحترام للاحتجاجات والمطالبات، هذا أمر مهم ونقوم به وننجح به أحيانا، ولكن في نفس الوقت يعني نحن مطالبون كمجتمع أن لا نتقبل فقط أن نكون المتلقي والكسول، إنما علينا أن نبادر ونجتهد ونأخذ زمام المبادرة. وهناك أشكرك نماذج كثيرة للانطلاق والنهوض، ولكن الأمر يتعلق أولا بالإرادة، وأنا أعتقد أنه في مجتمعنا في كثير من الطاقات التي من الممكن أن تعمل لتغير هذا الواقع. أشكرك جزيل الشكر الباحث ورئيس لجنة المتابعة لقضايا التعليم دكتور شرف حسام.